السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات في الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيكم حبايبي. النهارده إن شاء الله موعدنا هنعمل لكم حل للامتحان الأول اللي كان في شهر أكتوبر. طبعًا الامتحان ده يا جماعة عملته بعد انتهاء شرح منهج أولى وثانية ثانوي. يعني كده ما كنتش لسه دخلت في منهج ثالثة خالص. تعالوا نشوف، هتلاقي مستواه عالي شوية. لدرجة إن أنا جايب امتحان ثانوية عامة 2019 قطع منه. عشان اعلى بمستوى الطالب بتاعي. ماشي؟ اتفضل. هنبدا على طول امتحان الشهر طبعا نلغوها يعني، رقم واحد. ادي القطعه اللي كانت جايه في امتحان 2019 بتقول لي دوكيمون اقرا الوثيقه ويش وظيفة ثم اختار لو بون جروب المجموعه الصحيحه. دي ثلاث ايميلات منشورين على النت، اصحابهم واحد اسمها كارولين، واحد اسمه بول، واحد اسمها ساندرين. كارولين بعتها بتقول سليل سبورتيف، اهلا بالناس الرياضيه، ناس مهتمه بالرياضه سواء من الرجال او من السيدات، اهلا بالرياضيين او رياضيات. موا جادور لسبور، انا بعشق الرياضه. جو فيدرال جيمناستيك، بمارس الجمباز، الالعاب البدنيه. دولا ناتاسيون، سباحه. ايدو تنس وتنس. سيبوزي مي، لو بتحبوا الرياضه زي حالتي جاتون بوميل مستنيه ايميلاتكم. يعني تبحث عن مراسلين يرسلوها بس يكونوا مهتمين بالرياضه زيها. الاخ بول بيقول سري موا جو سوي باسيوني، باسيوني يعني مهتم بيه. انا مهتم بالانفورماتيك، الانفورماتيك يعني ايه؟ علم الكمبيوتر، مجال الكمبيوتر، دراسه الكمبيوتر، الحاسب الالي. الكمبيوتر كجهاز يا جماعه اسمه اورديناتور. اورديناتور ده الجهاز، لكن ده المجال نفسه، علم الكمبيوتر. انا مهتم بمجال الكمبيوتر. لسوار في المساء جو سيرف سيور لو نت، بصفح على الانترنت. او جوجو او بلعب بلاي ستيشن او جو فيديو. جادور سوا، بعشق هذا. مي جو نو سوي با دو تو، ولكني لست اطلاقا ان لا اكون على الاطلاق سبورتيف، ما بحبش الرياضه. سي تي ام، لو بتحب الانفورماتيك، لو بتحب الكمبيوتر زي حالتي، تي بيم مومويي، تقدر تبعت لي الايميل. لوك ساندرين بتقول سالي تو الموند، اهلا بكل الناس. جابيت دون زان بيتي فيلاج، انا اسكن بقريه صغيره يعني في الارياف. مي ولكن ان يابك رانشوز افير السي، ما عندناش انشطه كتير نعملها هنا. لا يوجد اشياء كتير نعملها هنا، يعني مفيش انشطه كتير نقدر نعملها في الريف. في الويك اند جو في دو ليكيتاسيون، بركب خيل، بمارس فروسيه. ايه جو سيكليزم، واركب عجل. سيكليزم بمارس ركوب الدراجات. جو في دو بوبلاد، بعمل نزهات افيك مون شيان، مع الكلب بتاعي، يعني باخد الكلب بتاعي واتفسح بيه شويه الحقول. جيم لا كامباني، بحب الريف. مي ولكني جو شيرش، ابحث عن صديقه دون فيون فيل، يعني انا عايشه في الريف وبحب الريف، بس عايز واحده ترسمني تكون عايشه في المدينه. اتفضلوا. دايما بقول يا جماعه الطالب الشاطر اللي يقفل الدرجه النهائيه في القطعتين 12 من 12 اضمن حصول على الدرجه النهائيه في امتحان اخر السنه. اي طالب ينقص في امتحان اخر السنه درجات بينقص في القطعه. لذلك كن حريص جدا، اتمرن كتير قوي، حل كتير قوي، ما تعملش واجبات. اول سؤال بيقول لي ايه؟ كارولين ام فير، كارولين دي البنت الاولانيه، بتحب تمارس دو بلانش افوال ولا دو لانتاسيون ولا دو ريكيتاسيون ولا دو سيكليزم؟ طبعا السباحه. تحب تتاكد اهي صاحبتنا بتحب الجيمناستيك والسباحه والتنس. خلاص. اثنين ادور جوي، مين اللي بيعشق يلعب على الكمبيوتر؟ ادي الكمبيوتر كجهاز بقى. مين اللي بيعشق يلعب على الكمبيوتر؟ الولا بول. ساندرين في بتعمل بروجرام نزهات مع كورسبوندونت، مراسله، شخص بيرسلها يعني، ولا سيزارين صديقتها، ولا اخوها، ولا سون شيان؟ سون شيان طبعا. في الويك اند ساندرين يا ترى بتلعب تنس ولا بتصفى على الانترنت ولا بتركب عجل ولا بتمارس السباحه؟ لا بتركب عجل. بول ديتست، بول بيكره البلاي ستيشن ولا الرياضه ولا الكمبيوتر ولا النزهات؟ لا بيكره السبور الرياضه، قال لك انا لست على الاطلاق رياضه.
كارولين ام بكو، كارولين بتحب جدا الاولانيه، بتحب الرياضه، بتحب الريف، بتحب الانفورماتيك، لجو فيديو، لا بتحب الرياضه طبعا. كده خلصنا القطعه الاولانيه ورجعنا لاجابتها ايه كلها ماشي. تعالى بقى نشوف القطعه الثانيه. القطعة دي كانت واحدة من نماذج الوزارة. الوزارة بتنزل نماذج امتحانات ماشي؟ فأنا بنتقي منها ما يتناسب مع الجزء اللي شرحته. فدي كانت قطعة من ضمن نموذج من نماذج الوزارة. بتقول لي ليه دوكيمون، اقرأ الوثيقة، تقول شواسيس ومختار نجوم جروب المجموعة الصحيحة. ليزي سيزو بنيو، اقرأ هذه الآراء. دو كيلك زيلاب لبعض التلاميذ. سيو لماتيير عن المواد كيلبريفير بيفضلوها. فادي بيقول لك ماماتير بريفري مادتي المفضلة. سير فرنسي الفرنسية. سي تري فاسيل سهلة جدا. جو نيم با لا فيزيك ما بحبش الفيزياء. أمون أفي في رأيي سي ديفيسيل صعبة. جابي جو نيم با دو تو ما بحبش إطلاقا الاستوار والجيوغرافي التاريخ والجغرافيا. سي كومبليكي معقدين. جي رير بترعب. دولا ميوزيك من الموسيقى. جو سوي بون هافر شوية. جو سوي بون أنا كويسة. عندي سبب الرسم. ليه بقى قلت كويسة ما قلتش كويس؟ عشان الصفة بو. يبقى دي بنت مش ولد. عشان دي سؤال ذكي جدا معمول في الأسئلة مش أنا اللي عامله. ولا ده نموذج من نماذج الوزارة. بيقول لك إن اللي بيتكلموا دول صبيان بس ولا بنات بس ولا كام بنت وكام ولد. فالبنت بتقول لك جو سوي بون انا كويسه عندي سبب الرسم جادور سي في بعشا اسم اندري بيقول لك جو ديتست بكره الاو بي اس يطلع لي او بي اس الاديوكاسيون فيزيك سبورتيف اللي هي الالعاب البدنيه والرياضيه اللي هي اصل الالعاب يعني اندري بيقول لك انا بكره الالعاب باسكو سي فاتيغون متعبه جو سوي موفي وحش سيء اون فرونسي فرونسي سي ترو دور صعب جدا شق جدا الصفة دي معناها صعب. جيم بكل مادة بحب الماث، الرياضيات، الانفورماتيك والكمبيوتر كدراسة، كعلم، اللي هي حاسب الآلي. جبتدي الانفورماتيك بدرس الكمبيوتر دبوي منذ لا بروميير سكوندير، منذ أولى ثانوي. سي جينيال، جي رائع، باسكو جيتوليز لأني بستخدم بكو الإنترنت. برنار بيقول لك جيم توت لي ماتير بحب كل المواد سوف ما عدا لسيونس كده علوم. عارف يتقال على القطعه دي سهل ممتنع، ظاهرها سهل لكن اسئلتها فيها تكات جامده. تعال نشوف. سولو كريمو ايه؟ هذه الوثيقه تكون ميل ولا شات ولا لتر ولا مساج الكترونيك؟ نجرب كده يا جماعه، يا ترى ده شكل ميل ولا لا؟ طب يا ترى ده شكل خطاب برضه لا؟ طب مساج الكترونيك بريد الكتروني يعني برضه ميل؟ قال لي برضه لا. خلاص يبقى الاجابه الصح بتاعت الشات دردشه. سيزي ليف سون كاتر جارسو اربع صبيان ان جارسو تروا فيه ولد وثلاث بنات تروا جارسو ثلاث صبيان وبنت دو جاسو ولدين وبنتين، لا هما ثلاث صبيان وبنت، البنت اللي هي جابي اللي بياكلوها اولاد. طيب فادي تروف، فادي شايف ان اللغه الفرنسيه ديفيسيل ولا كومونيكي ولا سامبل ولا جيو. انا لو منك افكر بايجابيه مني، اقول ايه؟ جيو يعني صعبه او شاق. ديفيسيل يعني صعبه برضه، كومونيكي يعني معقد، الثلاث اجابات يؤدي لمعنى واحد. يبقى منطقية الإجابة بتاعتك سامبل من غير ما أرجع للنص أهو. دماغي تشتغل شوية، ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة اسمها نعمة العقل. فين تخضعيه؟ خليه يشتغل شوية. لقيت المعنى ده جي يعني صعب أو شاق، ديفيسيل يعني صعب، كومبليكي يعني معقد، التلاتة يؤدوا لمعنى واحد. لو اخترت دي يبقى دي برضه تنفع، لو اخترت دي يبقى برضه الاتنين دول ينفعوا. خلاص يبقى التلاتة باي باي، الإجابة الصح إيه؟ شغلت دماغك؟ جابي نقط الاستوار ادور ولا ام ولا ديتست ولا بريفيك؟ قالت انها بتكره الجغرافيا والتاريخ، خلاص هي بتكره التاريخ. طيب عايز تتاكد برضه رجعنا تاني بعد اذنك؟ اهو
جابي قالت ما بحبش ابدا تاريخ الجغرافيا، فما بحبش ابدا يعني انا بكره. فنرجع تاني، دي كانت شط ودي كانت رواجا صوب في ودي كانت سامبل ودي ادي تيست. طب بور اندري، بالنسبه لاندري الرياضه نشاط، موفيل سيء، فصيل سهل، سوبر رائع، جينيال رائع. برضه بص ادي برضه الثلاث معايا دول، سوبر رائع، جينيال رائع، فصيل سهل، الثلاثه يبقى انا معايا واحد. خلاص الاجابه صحيحه. ليه؟ قال لك انا ما بحبش اللي هو بيحصل لي الالعاب بتوع اندري. طيب اندري بيرسل فيه، اندري يقدر يتصفح على الانترنت لانه بيحب ايه؟ يا ترى بيحب الماس ولا بيحب الانفورماتيك ولا بيحب الفرنسية ولا بيحب الرياضة؟ بيحب الانفورماتيك طبعا. يبقى ده بالنسبة لأخ أندريه. عايز تتأكد برضه من أندريه؟ تعالى أكد لك أهو، أهو أندريه بيكره الـ OBS وبعدين بيدرس الكمبيوتر من أولى ثانوي، شايف إنه رائع. خلاص يبقى بالتالي كده بيتصفح على الانترنت اللي بيحب ايه؟ الكمبيوتر. كده خلصت القطعتين؟ تحب ارجع لك على الاجابات ولا كده خلاص؟ تاني كده خلاص، يعني هم تاني هم صراحه هم يبقى شات تروفاجا صوغن في سام ديتست موفيز املا انفورماتيك. انتهى ست جمل، انتهت. تعالى بقى ننتقل بعد كده الى تعالوا بينا بقى يا حبايبي نشوف المواقف، المواقف بقى انا ولفت مواقف تتناسب مع الكم اللي خدناه بمنهج الجولة الثانية. يعني المواقف دي كلها ما خرجتش بره اطار منهج الجولة الثانية. أول موقف بيقول لي تو ديكري تصف لو فيزيك دانكو بقى، نقعد شوية هنا. طبعا احنا عارفين وصف الأشخاص يا أولاد، وصف الكاركتير ووصف فيزيك. وصف الكاركتير تبع الشخصية. أولا إن شخص بافار رغاي، سوسيابل اجتماعي، تيبيت خجول، حاجة زي كده. لكن لما أقول وصف الفيزيك بشكله بقى. أقول أبيضاني، أسمراني، طويل، أسمر، شعر كذا، عينيه لونها كذا، كده. فبقول لك بقى أنت بتوصف الفيزيك يبقى ده كده هوصف إيه؟ شكله. صديق يكون جورمان، شره وتيميت، لا دي ما تنفعش، لأن ده كده وصف كاركتير. طب صديق يكون سوسيابل اجتماعي وبافار ورغاي برضه ما تنفعش، لان اساس الكلمتين متناقضتين اصلا سرير ده وصف ايه؟ كاركتير. يبقى الاثنين دول باي باي. الجمله الثالثه صديقي بيحب يلعب باسكت، لا ده مالناش دعوه، ده احنا بنتكلم عن ميول. لكن هنا بقى صديقي عينيه لونها بني وشعره اسود، يبقى دي الاجابه الصح. ماشي. اثنين تو دوموند بتسال صديق اكلير فا اتر في اي ساعة هتكون الحفلة؟ ده طبعا زي ما فتي بروش، وزي ما فتي بروش كان في مراكز تانية. في اي ساعة هتكون الحفلة؟ هتكون، خد بالك من الكلام بقى، كلير سيل دي الساعة كام دلوقتي؟ يبقى ده باي باي. لافيت ستنين الحفلة تنتهي الساعة 6، لا هو عايز بداية الحفلة مش نهايتها، باي باي. الحفلة هتكون في البيت ومش عايز المكان، باي باي. يبقى دي الإجابة الصح، هي الحفلة تبدأ الساعة 6 مساء. عشان في أي ساعة هتكون الحفلة يبقى الحفلة هتبدأ الساعة 6. طيب طاق كوزين بنت عمك ترافاي بتشتغل. خد بالك أنا بدوس على إيه؟ على مفتاح الإجابة فين؟ بنت عمك بتشتغل في أوبيتال في المستشفى، قال دي تقول تقول جوز فيها أكتريس ممثلة؟ لا طبعًا. تقول جوز فيها أنفيرمير ممرضة؟ أه دي تنفع. جوز فيه بروفيسور مدرسة؟ لا طبعًا. جوز في مرض ما انا عيانه يقول لي ما تنفع يا مش يقول لي هو في واحد بيشتغل موظف وظيفته انه مريض؟ لا طبعا. فما دام بتشتغل هنا يبقى ده عمل وظيفه، يبقى بتشتغل في مستشفى نقول عليها ممرضه، ما تبانش عليها انها مريض. طب تيجي ممكن تسال صديق سكر فيه يعمل ايه اثناء الوزير؟ الوزير يعني ايه بقى؟ اوقات الفراغ. بتعمل ايه اوقات الفراغ بتاعتك؟ يقول لك يوم الجمعة ده يوم عطلة؟ لا طبعا ده لا. كومنت بس كيف تقضي وقت الفراغ؟ ده السؤال أنا اللي هقوله. لكن هو اللي هيقول هيجاوب يبقى ده باي باي. ما بحبش ليه الوزير ما بيحبش أوقات الفراغ؟ طبعا لا. لكن يقول لك جوفيه بمارس السباحة في النادي، ده صح.
يعني بتعمل ايه في وقت الفراغ؟ بمارس السباحه في النادي. ادي اربع جمل. كمان اربعه. بيقولوا ايه بقى؟ تشيدي كده تصف كاركتير، هنا بقى الكاركتير. تصف الكاركتير بتاع جدك. توصف شخصية جدك. تيجي تقول يلوي بيزاج وجهه بيضاوي وشعره أبيض، ده كده بوصف الفيزيك بتاعه، يبقى دي ما تنفعش. طب يلوي دوما عنده إيدين ورجلين، ما كلنا عندنا إيدين ورجلين الحمد لله. نعم ربنا عليه كتير، ما تنفعش. إيديه السوم الديناميك نشيط جدا حيوي جدا، أه طبعا ده كده بوصف شخصيته. طب بيرتدي نظارة نظر زي حالتي كده؟ لا. طب تيجي يوم تسال صديق بوركوا لماذا يذهب الى السيلف سيرفيس؟ يطلع ايه بقى السيلف سيرفيس ده؟ قال ده فنان كوره ثانوي، معناه مطعم المدرسه. مطعم المدرسه. المدرسه فيها يا جماعه سيلف سيرفيس وفيها كانتين. الكانتين ده الوجبات الجاهزه زي سندوتشات، مش عارف شوكولا، شاي، حاجه ساعة، شيبسي، حاجات زي كده. لكن السيلف سيرفيس ده مطعم زي المطاعم الخارجيه، زي المطاعم اللي بره. فاهمني؟ كان زمان عندنا مدارس كده فيها. كان زمان مدرستنا كان فيها مطعم مدرسي نخش ناكل كده وناخد وجبه كامله ونقعد ناكل، المهم. فبتسال صديق لماذا يذهب الى السيلف سيرفيس؟ يقول لك لكي ابحث عن قاموس؟ لا. ابحث عن قاموس يا في السي دي اي يا في البيبليوتيك المكتبه. طب لكي اشتري كتاب؟ لا ده الليبراري. طب لكي اخذ وجبه؟ صح. ده بسيلف سيرفيس. طب لكي العب مع اصحابي؟ لا طبعا، اللعب مع الاصحاب ده بيضل اكون في الفناء. طب تيجي ممكن تسال صديق لا بروفيسور عن وظيفه باباه، تسال صديق عن وظيفه والده، يقول لك كوفيت امبير، ده السؤال بتاعك انت، انت اللي تقول السؤال ده، هو هيجاوب. اويت امبير برضه لا. طب بوركوات امبير فقر مثال، ليه باباك رايح المستشفى؟ لا. الجمله هنا مبيت ايه بانتر. بانتر دي يعني ايه؟ رسام. بانتر دي يعني ايه يا ولاد؟ رسام. جاي منين؟ جاي من كلمة لابانتشير. عندنا كلمتين معناهم رسم، واحدة اسمها ديسام والتانية اسمها بانتشير. الديسام ده رسم في المدرسة بالقلم الرصاص اللي هي مرصاص ألوان والكلام ده. لكن ده رسم بالفرشة اللي هي بقى هواية الرسم والاحتراف. إن أنا رسام. سواء عندي هواية أو محترف، يبقى ده كده بيمارس الرسم. ده اللي بيمارس الرسم ده شخص اسمه إيه بقى؟ بانتر، رسام. طب صديقك مونج بوكو بياكل كتير، تقول عليه إيه؟ تقول عليه إيه ليه سيمبا لطيف؟ تقول عليه إيه ليه بابار رغاي؟ طب تقول عليه إيه ليه جورمون شارف مدجوع؟ دي صح طبعًا. إيه ليه سوسيابل اجتماعي؟ لا طبعًا. لعبت هنا بقى على ايه؟ على صفات الكاركتير اللي خدناها في المنهج كل سنه. طب سيره لمسير ده عيد ميلاد صديقك تقول له ايه؟ لعبت على حاجه خدناها في اول حصه في السنه خالص، جمل التحيه. طب انا لما صديقي عيد ميلاده اهنيه بايه؟ اقول له بوم فواياج رحله سعيده لو هو مسافر. اقول له بوم سكسيس ده لما ينجح. اقول له بوني دي لما يعرض عليا اقتراح، اقول له فكره كويسه. لكن هنا اقول له بونا النيل كل سنه وانت طيب، سنه سعيده عليك. يبقى دي الاجابات الصح اللي عندي. انت ادي كده تسع جمل. انقل بقى الى طبعا يا جماعه اللي بيجي في الامتحان مواقف ست جمل بس. ثلاثه فيها تتدرج واحده وثلاثه فيها درجتين. لكن انا بزود هنا طبعا عشان الهدف منها مراجعه اكبر قدر ممكن من الشرح. تيتان فورم تستعلم، يعني تعمل سؤال. سير لجوء عن الميول الدراسية. تستعلم عن الميول الدراسية لصديق. تقول له إيه؟ تقول له كيل ميوزيك أي موسيقى بتحب؟ لا دي مش ميول دراسية. تقول له كان سبور أي رياضة بتمارس؟ لا دي مش ميول دراسية، دي ميول رياضية دي. تقول له كريتيوم جو سبورتيف، ما هي ميولك الرياضية؟ نفس السؤال ده هو ده. خلاص يبقى له كلمة تير جيوغرافيين، أي مادة بتفضل. طب أنا بس أحد المشاهد اللي ممكن يسألك عن الساعة، تقول له إيه الفرق بقى يا حبايبي ما بين الساعة اللي بحرف جر والساعة اللي بحرف جر؟ اللي بحرف جر ده موعد.
يعني المباراة امتى؟ تقول لي الساعة 7. الامتحان يبدا امتى؟ تقول لي الساعة 7. القطر يوصل امتى؟ الساعة 7. الطيارة هتسافر امتى؟ الساعة 7. يبقى ده كده معايا. لكن دلوقتي اهو صديق اهل المشاه بيسألك عن الساعة، تقول له الساعة كام دلوقتي؟ الحاجة دي احط له الساعة من غير حرف جر. طبعا اصل المدرسة في الميعاد دي ما تنفعش، وديت الساعة كام ده السؤال اصلا اللي هو قاله. انا هرد عليه، عشان هو بيسأل انا هرد. طيب تشيف يوسف هو عايز تعرف لا ديفينيسيون تعريف كلمة. لما تكون عايز تعرف تعريف كلمة تعمل ايه؟ تقول جي بزوان محتاج لقاموس. اه ده صح، لان القاموس دوره ايه؟ يديه تعريفات الكلمات. ابحث عن جلوب تريستر. جلوب تريستر دي الكره الارضيه اللي بتلف على مكتب المدير المدرسه ده. ابحث عن روايه. لا طبعا. يجب ان اذهب الى سيلف سيرفيس. اه لما اكون جعان، انا عايز اكل. يبقى هنا جي بزوان محتاج دندكسيون، محتاج القاموس. الجمل دي كلها يا جماعه جمل جمل جمل، يعني مستوى ثانويه عامه على فكره كلها. صحيح انا بقولها كلها ثانيه، بس مستوى شغل ثانويه عامه. ان الباك جرامير. ايه بطل الكولور بريفري؟ اقف شويه هنا. عنده هنا ايه؟ قلت لك تعرف ان الكولور مؤنث بسهوله جدا. لكن انا لعبت على ايه بقى؟ لعبت على كده، على الصفه دي بريفري. عشان الطالب لو مش فاكر كولور مذكر ومؤنث يعرفها من كولور من بريفري. لان بريفري بالمنظر ده كده صفه مذكره. كده مؤنثه. زود اس هنا جمع مذكر، زود اس هنا جمع مؤنث. انت عارف ان انا قلت لكم يا جماعه ان دائما ابدا في سؤال على كلمه لازم تجيب في الامتحان. مركب مسجله يعني لازم تلاقيه. عشان يحدد لك بقى المسكولات في بناء. فطبعا كلمه دي مسكوله مفرد. في بناء مفرد. مسكولات بلوريال في بناء بلوريال. بما ان لهم كلمه مؤنثه يبقى كلمه مؤنثه. طب كومبيان نقط. حبيبي كلمه كومبيان. تسال عن العدد في السؤال ليها استخدامين. في السؤال عن السعر تقول كومبيان كوت. في السؤال عن العدد تقول كومبيان دو. والدو تتكتب كده اهو من غير اس. ولازم وراها يكون اسم مجمع. فتقول هنا كومبيان نقط ليبر. كم عدد الكتب اللي اشتريت؟ لازم اقولها له كده. دي الاجابه الصح بتاعتي. سي بروفيسور هلال المدرسين سون دوريجين. اوريجين دي مدرسه ثانيه. اوريجين يعني اصل او منشا. الاصل او المنشا دي كلمه في بناء مفرد مؤنث. كلمه في بناء سنجلير مفرد مؤنث. لذلك ماليش دعوه بالمدرسين. ليه دعوه بصفه مؤنثه. عشان انا الوصف بتاعي مش بيوقع على المدرسين. امتى الوصف يوقع على المدرسين؟ لو مفيش كلمه اوريجين، لو دي مش مكتوبه. مدرسين يكونوا يبقى احط له صفه جمع مذكر. لكن المدرسين يكونوا من الاصل، يبقى الاصل ده هنا كلمه مؤنثه مفرد. تحط له ايجيبسيان. دي مفرد مذكر، دي جمع مذكر، دي جمع مؤنث. يبقى ايجيبسيان دي. يبقى ماليش دعوه انا في وصف مين؟ المدرسين. انا بوصف مين؟ الاوريجين. طب جيم جوي، الفيرب جوي يا حبايبي. احنا خدنا منهج سنه ثالثه الوحده الاولى افعال الرياضه. وكل فيرب ياخد ايه وراه؟ نفس الافعال دي موجوده في مدرسه الاولى ثانوي في الوحده الرابعه. نفس الافعال دي هي موجوده في الوحده الرابعه، عشان كده جايبها هنا. عشان مش تقول يا مستر ما انت دخلت الثالثه اهو. لا ده انا بسالها هنا وانا كده بتكلم عن منهج اولى. احنا عارفين يا جماعه افعال الرياضه اللي خدناها في منهج اولى ومنهج ثالثه هي الفيرب براتيكي بيجي وراه ايه؟ يعني بيجي وراه ديفيني تعريف. بيجي وراه لو لا الابوستروف لي. الفيرب فير بيجي وراه ايه؟ اللي بيجي وراه مرتيف تجزئه لو ماتيو دو لا دو ال الابوستروف دي. الفيرب جوي بقى بيجي وراه ايه؟ الجوي يجي وراه يبقى وراء او يبقى وراء الا ال ابوستروف او بالعكس. فبناء على الفيرب بحدد الاداء وحرف الجر. بمعنى بطريقه ثانيه بناء على اداء وحرف جر حدد الفيرب. يعني ان جاب لك اداه من دول يبقى تقول له فير. اداه من دول تقول له براتيكي. حرف جر من دول يبقى جوي. العكس صحيح. جاب لك جوي يبقى حاجه من دول، جاب لك براتيكي يبقى حاجه من دول، جاب لك فير يبقى حاجه من دول. ده سؤال مؤكد لازم تجيب في امتحان ثانويه عامه. ده امتحان، ده سؤال مؤكد. مش بقول لك اهو سؤال مؤكد لازم تلاقيه في امتحان ثانويه عامه. مش معنى اجابه في امتحان على الاولى او على ثالثه
ثالثه او قصدي على ثانيه يعني كده خلاص لا ده هيجي اولى او ثالثه. جيم جوي مش ده جوي؟ قال لي اه جوي ياخد ورا ايه بقى؟ اهو ياخد ورا دول التنس مذكر تبقى او خلاص يبقى جيم جوي او تنس. طب ماما قشيت ماما اشترت في بقى ملحوظه مهمه جدا لو انتهى يا اولاد اللي منكم نسيها افكروا بيها. احنا عارفين الادوات الاند فيني ان وان جمعهم دي يجي وراها اسم جمع لكن لو هيجي وراها صفه جمع تحول لدو زي صفه جمع. الامتحان مليان تريكات على فكره. الامتحان مليان تريكات ولسه الامتحان التاني هنشوف كمان شويه مليان تريكات اكتر من ده كمان. يبقى ده الاداه دي واس حطها قدام اسم جمع لكن لو صفه جمع تبقى دو. بص هنا بعد النقط فيه لو بعد النقط فيه روب مباشره فساتين حط دي واس لكن ما دام صفه دي كده بال يبقى دو. يبقى ماما اشترت دوبيل روب فساتين جميله تحطي. طيب فوبر ليه فوبر ليه بكو انت بتتكلم كثير من اللغات كلمه بكو زيها زي كومبيا دي اسمها ظروف الكميه. ظروف الكمية دي بتدل على عدد الكسر العددية، يجي وراها دو دايما واسم جمع. فتقولها كده فو بارلي بوكو نقط لان دو فو بارلي بوكو دو لان، انت بتتكلم لغات كتير. طب جوفي انا ذاهب. بول اشتري كده اشتري كتاب. انا قصدي اعمل الجملة دي ليه بقى؟ عشان افرق واخلي الطالب دايما يبقى عنده تفرقة ما بين البيبليوتيك والليبراري. البيبليوتيك مكتبة اقرا فيها استعير منها كتاب. اشوف لي القاموس والكلام لكن الليبراري مكتبه اشتري منها. طب اروح فين بقى عشان اشتري كتاب؟ يبقى ليبراري. يبقى اذهب الى المكتبه عشان اشتري كتاب. طب شوف فيديو بتاع كلمه بتاع ادلس. البتاع ادلس اللي هي باتيناج اللي هي التزحلق على جليد صناعي. فين؟ في الباتينوار. الباتينوار دي اللي هي ايه؟ ساعة التزحلق. الجليد اللي فيها ده جليد صناعي. تقدر تمارس الباتيناج في أي وقت من السنة، لأن الجليد ده صناعي. لكن لو عايز تمارس التزحلق على جليد طبيعي يبقى اسمها نوسكي. والكلام ده يا جماعة أنا شرحته في منهج أولى وكده كده أصلا موجود في منهج تالتة. يعني كده أنا ما بعتش، بالعكس أنا خليت الطالب يسمعها مرتين، مرة في منهج أولى ومرة في منهج تالتة. يبقى السكي ده التزحلق على جليد طبيعي. فين؟ انا منطني في الجبل. امتى؟ اوليفير بس في الشتاء فقط. لكن الباتيناج اي وقت من السنه. فين؟ في الباتينوار. بص كده بقى يبقى بمارس البتاع بلس ارون اذا جبراتيك اذا بمارس ايه بقى؟ خلاص يبقى الباتيناج اهي. يبقى يا اما بيسالني عن اسم الرياضه يا اما بيسالني عن مكان ممارستها يبقى اسمها الباتينوار. طب بركواتيوم بابا سورتين لماذا لا تخرج؟ انت مش خارج ليه؟ قال لك جو سوي مرض انا عيان. حبيبي سؤال بركوا اسال عن السبب او الهدف. لو سالتك بركوا عن الهدف تقول لي لكي بور. لماذا تذهب الى السوق؟ الى السوق لكي اشتري مرقوق. لماذا تذهب الى الصيدليه؟ لكي اشتري الوان. كده. لكن لو اسال عن السبب لماذا كنت غائب؟ لو قلت لأن أنا أكون مريض سجين فيرب أوبجي فاعل فعل مفعول. طب لو قلت بسبب اللي هي الكلمة دي جيب وراها اسم بس تقول لها قصد ماما رضي بسبب مرضي. طيب بوركوالو بير بيني سون فيس ليه الأب بيعاقب ابنه؟ لو قلت باسكو هو لا إيل إيه أون روتار هو يكون متأخر. طب لو قلت قصد هو لا سون روتار تأخره. يبقى قصد بتعبر عن سبب بس بيجي وراها إيه؟ كلمة صفة موصوف. طب لماذا لم تخرج؟ ليه مش تخرج؟ بور بيجي وراها مصدر ما ينفعش دي بتدل على هدف. افيك بليزيد بكل صور مالهاش علاقة بالكلام خالص. اقصد يجي وراها اسم ما دام في فاعل فعل يبقى اقصد باي باي. يبقى اجابتك الصح باسكو. يبقى لماذا لا تخرج؟ ليه مش تخرج؟ قال لك باسكو جوز بيه مرض عيان. اللي بعده ساتولي هذا زي سي. اتفقنا يا جماعه ان سي وراها ادجكتيف صفه ماسكولا مفرد مهما كان الاسم الموصوف ده.
مهما كان الاسم الموصول ده. ان شاء الله يبقى جمع مش مشكلتك، طالما هتجيب سي وتحط وراها ادجكتيف تحطها مفرد ماسكولين مذكر. يا ترى اوريجينال اوريجينال اورجينو اوريجينال، طبعا ده جمع مؤنث، جمع مذكر مفرد مؤنث، ده اللي احنا عايزينه اوريجينال. يبقى ساتيلي سي اوريجينال. رمزي، رمزي ده اسم بنت طالبه عندي بتعمل في سنتر اوكسفورد السراجي من الاربعه. انا عاده لما بكتب اسماء طلبه على فكره يا جماعه طلابي دايما بحب دايما ايه انا ريشهم كده واكتب اسمائهم بالامثله. فرمزي ومن الطرائف الجميله ان رمزي مامتها دكتوره حاليا، كانت طالبه عندي زمان برضه. فالحمد لله ان الواحد يعني ايه يعني دارس الاب والابن او الام والبنت. يلا رمزي اشترت فساتين. الالوان بلو، الفساتين جمع مؤنث يبقى بلو دي ما تنفعش، روج دي ما تنفعش عشان مفرد، فير دي ما تنفعش عشان جمع مذكر، يبقى مش هتبقى معايا غير مين بقى؟ مرة. وكنت قلت معلومه قبل كده يا اولاد، بتقول ايه؟ دايما في الالوان لو حطينا في الاختيارات الصفه مارو او الصفه اورنج، غمض عينك واختارها ورقه بوسطه خلصان. ليه؟ لان الصفه مارو والصفه اورنج من الصفات التي لا تتغير، لا من مفرد لجمع ولا مذكر لمؤنث. يلا حبايبي. لو جور دو كونجي، يوم العطله، جو في نو اديكيتاسيون. حبيبي في ده فيرب فير، من شويه رجعت لك افعال الرياضه. فيرب فير بيجي وراه ايه؟ قال جي دو لا دو ال ابوستروف دي. يا ترى اه لا تنفع؟ قلت له لا. دو ال ابوستروف ينفع؟ تنفع؟ قلت له اه طبعا دو ال ابوستروف. ال ابوستروف بس؟ لا. او لا. الكيتاسيو اول بدل ما فايال دي ما تنفعش اساسا، ثم دي تيجي مع فيرب جوي. الالا بستور تيجي مع فيرب براتيكي. الالا تيجي مع فيرب جوي وبرده ما تنفعش تيجي فايال، يبقى هنا دول الا بستور. لو فرير دو مونكل، اخو عمي سيمون. جمله بدماغي خليك دلوقتي تضحك الطالب وهو بيعدي يحل، لانه اكيد هيضحك وهو بيحلها. اخو بار، اخو عمي يطلع مين؟ يطلع ابويا مونبير. اخو عمي يطلع اقول يطلع لما اقول اخو عمي يكون جاري ولا ابن عمي ولا ابويا ولا اخويا؟ لا طبعا والدي، ربنا يديله الصحه. مونفرير ادري شيفير، الشعر كلمه ماسكولان، الشعر كلمه ماسكولان، وطبعا ماسكولان بلوريال جمع مذكر. لما اقول اخويا شعره، نوار جمع مذكر، بلانش جمع مؤنث، نوار جمع مؤنث، جون مفرد. قال يبقى نوار دي. طب مسيو عينيا سون اون، حلوه قوي الجمله دي. الالوان لما بتيجي بعد حرف الجر هو يا اولاد، عارف لو مفيش اون هنا كنت احط وراها صفه جمع مذكر، لكن صفه اللون بتيجي بعد حرف الجر اهو تيجي مفرد مذكر على طول الخط. مسيو معلش ممكن تاني؟ عينيا حبيبي حاضر تاني. صفات الالوان لو تيجي بعد فيرب ياتر مباشره حطها تبع الاسم ده. يعني لو افترضنا ان اون دي مش موجوده خالص هقولها كده مسيو سون فير، عينيا تبقى خضراء. لكن ما دام في حرف جر اون اجيب وراها صفه مفرد مذكر فقط لا غير. اسمحوا لي احيي ولادي اللي حققوا الدرجه 100 في الامتحان ده، هقول اسمائهم دلوقتي. لان فعلا الامتحان فيه تركات كتيره جدا. ستروس مارو، هذه المقلمة البني. قال ايه؟ اللي يجي بعد حرف الجر اه ده ظهر تونيك بس، اللي هي موا وتوا ونوي وال نو وفو او ال، دي اسمها ظهر تونيك. هذه المقلمة البني هي تكون بتاعت مين؟ تشي ما تنفعش عشان دي فاعل. ايه ما تنفعش عشان برضه فاعل؟ موم دي ملكية، ما تجيش أصلا، ما تجيش أموم، أموم إيه؟ في الحالة يقول بقى إيه؟ أطوا. يبقى هذه المقلمة البني قال إيه؟ أطوا بتاعتك. ميكو با اصدقائي اون لا ناسيوناليتي، برضه زيها زي كلمه اورجين. خد بالك يعني طبعا دي في امتحان الرساله يا جماعه ما يجيبلكش الاثنين مع بعض في امتحان واحد. طبعا ده لان جايب 20 جمله جرامير. فبكرر الفكره بس مره بالجنسيه ومره بالاورجين. على اي الاحوال الوصف اللي هيتحط هنا هيتحط على الجنسيه، مالكش دعوه بالاصدقاء. لو اصدقائي يكونوا ما فيش يكونوا حتى مش فيرب افوار بقى. ده فيرب افوار. لكن لو اصدقائي يكونوا كده حط صفه جمع مذكر. ماروكان مثلا، مغاربه او ايطاليين مثلا. لكن ما دام ما فيش فيرب اتر
ده فيرب افار، يبقى الوصف هنا يقع على الجنسيه، الوصف هنا يقع على الجنسيه، يبقى اصدقائي عندهم الجنسيه الفرنسيه الوحيد المؤنث، اللي دي جمع مذكر، جمع مؤنث جمع مذكر. طب ليه زنفان فو؟ الاولاد بيذهبوا الى مدرستهم على رجلهم. نوعيه الجمله دي يا جماعه في البوسيف ملكيه، معرفش ليه بعض البلاليس كما بلاص بينط فيها ليه؟ مع انك لو حولت ده على طول الى ضمير تلاقي الجمله اتحلت في منتهى السهوله. الى بكاس، مش لازم فاضي يعني ايه بكاس؟ حس كده حضرتك البوسيف بتاعتها ايه؟ قال لي سون باي باي، سي باي باي، شيل. خلاص هيبقى مين بقى؟ لير لير بكاس. دي جراها مفرد، دي جراها جمع. اللي بعد النقط ده ايه؟ مفرد خلاص لير. يبقى الاولاد بيذهبوا الى مدرستهم على رجلهم. ابص تلاقي واحد بعت لي يقول لي ليه يا مستر؟ مش المفروض الاولاد دي جمع يبقى لير بكاس؟ اقول له يا طربوش افندي، يا طربوش افندي، لزم فاضي الى بكاس ده الفاعل. بنحط الملكيه بناء على الفاعل من ناحيه ونوع الكلمه من ناحيه ثانيه. فمن حيث الفاعل يبقى لير لير بكاس. من حيث الفاعل تختار دي ولا دي بناء على اللي بعدها بقى. اللي بعدها مفرد يبقى لير، جمع يبقى لير بكاس. حيث انها مفرد قلنا لير. طيب لا جار المحطه ايجست بالظبط تماما. الجمله دي كانت جايه في امتحان ثانويه عامه 2019. قلتها كتير جدا بس خلاص بقى كل ما اجي اكتبها اتحكم. لا جار المحطه ايجست بالظبط تماما انفص في مواجهه مجازا. المفروض يا جماعه ان في عندنا حروف جر اسمها حروف جر المكان، حروف جر مكانيه، انا بسميها حروف جر مركبه. مركبه ليه؟ لانها بتتكون من مقاطع زي لوان دو بري دو اكوتين دو انفص وبعدين بقى دو. هل الدو دي ثابته؟ هي دي المشكله اللي الطلبه بتغلط فيها يا حبيبي. الله يبارك لك. الدو دي مش ثابته، الدو دي ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده وممكن تبقى كده وممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، تبقى شبه البارتيك التجزئه. ده هي هي يا مستر. اه انا عارف، ما انا قلت لكم من اول سنه يا اولاد مشكله اللغه الفرنسيه انها قد كده، تشابهات كتيرة جدا. فالمنظر ده يستخدم لطيف تجزئة ويستخدم مع حروف الجر كده يبقى حرف جر. طيب امتى ثبت الدو كده يا حبايبي؟ وامتى غيرها كده؟ قال لي الدو، ها يلا نسمعها بقى عشان دي كده المرة العشرومية. الدو تثبت كده حضرتك في خمس حالات، هيجي وراها واحد أسماء أشخاص. يبقى لو ساكن بعيد عن محمد تبقى لوان دو محمد، بري دو سلمى، أكوتي دو مصطفى، أنفاس دو محمود. يبقى لو اسماء اشخاص، اسماء مدن مؤنثه. كل المدن مؤنثه بعد ثلاثه، القاهره الفيوم سينا. فمدينه مؤنثه لوان دو جيزه، بري دو باري، اكوتي دو لوكسور، انفاس دو مثلا باري. يبقى واحد اسماء اشخاص، اثنين اسماء مدن مؤنثه، ثلاثه دول مؤنثه. مسيو تقول نعم. بعرف الدوله المؤنثه منين؟ سهله قوي. اي دوله اخرها حرف او دوله في من فيما عدا مكسيك. في المكسيك تمام يا استاذ حسين؟ تقول نعم يا حبيبي. اي دوله بقى تنتهي بالاو دوله مؤنثه؟ طب لا تنتهي بالاو زي جابون اليابان، ماروك المغرب، صدام السودان، ليبان لبنان. الدول دي ما دام مش منتهيه بالاو دوله مذكره تمام. يبقى الدول المؤنثه حط معاها ده. هتقول ان ايطاليا قريبه من فرنسا، يبقى دي ايطالي ايه بخي دو فرانس. يبقى واحد اسماء اشخاص، اثنين مدن مؤنثه، ثلاثه دول مؤنثه، اربعه ملكيه. انا ساكن قريب من مدرستي، يبقى جابيت بري دو مون ليسي، مون ليسي. بعيد عن مدرستي لوان دو مون ليسي. خمسه صفات اشاره اللي هي ديمونستراتيف سو وسات وسات وسي. انا ساكن في مواجهه هذا المتحف، يبقى جابيت انفاس دو سو ماجازان. فيما عدا الخمس حالات دول لازم اغير الدو تبقى جيل المذكر، دولار المؤنث، دولار الابستروف اللي يبدا بموبايل المفرد دي للجمع. تعالى الجمله دي. المحطه تكون في مواجهه المحل،
انا لو منك اعمل ايه زي ما اتعلمت من ميسي حسين، علمني ايه شيل اللي جابت ما تدفعش الاول، ما جزاء مفرد ولا جمع، مفرد شيل دي دو بتستخدم في كام حاله، هم الخمس حالات اللي قلناها اللي هم اسماء اشخاص، مجازان ده اسم شخص؟ قال لا. اسماء مؤنث ده اسم مدينه؟ لا. دوله مؤنث بدوله مؤنثه؟ لا. ملكيه مو مارين تونتي؟ لا. اشاره سي وسات وسات وسي؟ لا. شيل دي الاخرى. اتبقى مين بقى؟ اتبقى جي دولار، دي مذكر دي مؤنث. المجازان مذكر مؤنث؟ مذكر. خد المعلومه دي، اي كلمه فرنسيه اخرها اي ان كلمه مسكوله مذكره، ما عدا الكلمه دي الوحيده اللي كلمه مؤنث اسمها لا ما اليد. تاني انا عايز اعمل كنترول على المذكر المؤنث من نهايه الكلمه، عشان كده كده بحتاج احط ادوات او صفات او 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 حتى حروف جر على اساس نوع الكلمه المذكره والمؤنث، لازم اعرف نهايتها. لو الكلمه نهايتها اي ان زي ما جزاء دسا متسا فوزا كوزا، طالما منتهى بي ان هي مذكر، الا الكلمه دي بس لما معناها اليد، بس لما اليد دي الوحيده المؤنثه. لكن اي دبه ثانيه اي كلمه ثانيه تنتهي بي ان مذكره، اي كلمه ثانيه تنتهي بي ان مذكره، يبقى مجازان كلمه ايه مذكره، خلاص يبقى جي. شكرا. قصت اللي بعده، من بير فابر تي بابا سوف يرحل الى باري ثلاث ايام، نقف هنا شويه، ده نمسحه النهارده بس يا اولاد. احد الطلاب عندي في سنتر اوكسفورد سيتي طلب مني مراجعه الكلمات دي اللي هي دبوي واليا ودا. كلمه دبوي معناها ايه؟ قلت له معناها منذ. اليا معناها ايه؟ يعني معناها يوجد ومعناها كمان منذ. دا معناها ايه؟ قلت له معناها في ومعناها خلال. في اللي وراها مكان، خلال وراها فتره زمنيه. قلت له في زمن المستقبل، يبقى كده تفيد زمان كتير مستقبل. طب اليا بجانب من معناها يوجد معناها منذ، بس بشرط يبقى وراها فتره زمنيه. يعني مثلا تقولها ايه اليا تروا جول منذ ثلاثه ايام، اليا يمشي منذ اسبوع، اليا ام هو منذ شهر. زمن الجول بتاعها ايه؟ بصيه ماضي، اي بصيه اي ماضي. طب دبوي معناها منذ، بس زمن الجول بتاعها ايه؟ البريزون مضارع. زي ما الجمله بتاعها بريزون مضارع. استاذ حسين ازاي يبقى معناها منذ تبقى زمن مضارع؟ اقول لك بس اهدى شويه. في عندكم زمن في الانجليزي اسمه بريزنت بيرفكت. ده اللي بيعبر عن ايه؟ حدث بدا في الماضي ولم ينتهي بعد. هو ده. كانك تقول لي انا ساكن في مدينه نصر منذ 10 سنوات وما زلت ساكن، انا ما عزلتش. خلاص لسه يبقى زمن بريزون. اقول دبوي. يبقى جابيت او مدينه نصر دبوي دي زمن. طب ميسيو حسين ايه دي بو واقف منذ ثلاث ساعات، يبقى دبوي تروان غير لان ما زلت واقف. جبتي دي لفرنسي بدرس الفرنسيه، دبوي منذ ساتون سبع سنين وما زلت بدرسه، يبقى هنا دبوي مع زمن البريزون معناها منذ، اليا مع زمن الباسيه ومعناها برضه منذ، دو مع زمن فيتشير ومعناها خلال. هنا بقى بابا سوف يرحل، ده كده زمن ايه بقى؟ فيتشير. بابا سوف يرحل الى باريس ثلاث ايام. دبوي ده بتيجي مع المضارع. اليا بتيجي مع الماضي. الله ده في كلمتين ينفعوا يا مصر اهو، دبي غدا ودو خلال والسنة تربوش. لو جمله انتهت هنا اهو قول دبي بابا سوف يرحل الى باريس بكره، ماشي. لكن ما ينفعش اقول له بقى بابا سوف يرحل الى باريس بكره ثلاث ايام، شيل. هيبقى مين بقى؟ ضاع. هي دي. يبقى امتحان زي ده يا جماعه راجع لي كميه كبيره جدا من الاسئله، يبقى سيبك من انه امتحان درجته قايله كده درجه، درجه حلوه زي الفل، اشكرك وانهي لك تقديرا لك، ماشي. لكن لو درجتك وحشه ما تزعلش، الامتحانات يا جماعه بنعملها عشان كده، عشان تظهر لنا سلبياتكم. مستر مش عشان نعرف مستوانا، لا يا حبيبي لسه مستواك ده ايه؟ لسه كلمة مستوية ده لسه، كل ده اسمه إعداد تجهيز. زي المثال اللي قلته النهارده، فرقة راحة تلعب في بطولة كأس العالم للأندية زي الأهلي كده،
وقعد يلعب مع فرق اتعادل مع الجونه وتعادل مع مش عارف سموحه وتعادل مع معرفش مين وبيتغلب مين. كل دي اسمها ماتشات تدريبيه او تجريبيه وديه. هدفها ايه؟ الوقوف على اخطاء فين؟ عشان لما اجي العب البطوله العالميه يبقى انا كده عالجت اخطائي. هو ده بالظبط امتحاننا اخر السنه، هو ده البطوله بتاعتنا. لازم نعمل لها اعداد صح طول السنه. مش هعملها جمل هايفه وجمل سطحيه وتقول لي حلو تعالى نصور يا مستر انا قفلت كرمني. لا انا هكرمك وهعمل لك حفله رائعه، بس بجد مش عارف تستعجل عليا. مش عارف تستعجل انك تجيب درجه نهائيه دلوقتي. لو جبتها دلوقتي اقول لك برافو عليك مجتهد. طب لو درست اعرف اخطائك فين عشان تتجنبها في الامتحان اللي بعديه والامتحان اللي بعديه وهكذا. يا رب اكون وصلت الرساله يا جماعه. تعال نشوف. انا طبعا في الامتحان عشان ادي مجال للطالب، امتحان اخر السنه على فكره ما فيهوش اختيار ما بين موضوعين، هو موضوع واحد بس اكتبه. يعني ايميل واحد، موضوع واحد. مفيش اختيار. لكن انا طبعا عشان بدربك وبتمرن معاك وخليك تتأهل بحط لك اثنين، بقول لك اكتب واحد فقط من الاثنين دول، او بي. في طلبه بتروح عامله لي الاثنين، الله اكبر ما شاء الله، جميل جدا. وفي طالب اما اقول له لو انت لسه ما ذاكرتش ده يبقى انت ذاكرت ده. ذاكرت ده ما ذاكرتش ده كده. طيب السؤال بيقول لك بقى ريبوندي اسيت ايميل، رد على هذا الايميل. كون تي فا او ليسي؟ بوركوا تي فا لوبيتي؟ امتى بتروح المدرسه ولماذا تذهب الى المكتبه؟ قال لي جي في او ليسي لو متى اسيت الصبح الساعه 7. شكرا. جملة كاملة، يعني ما تجيش تقول لك متى تنزل المدرسة بتقول لي ايه؟ الصبح الساعة 7، لا دي مش جملة. عشان الجملة تبقى جملة يا جماعة لازم تحتوي على سوجي فيرب اوبجي، فاعل فعل مفعول، فاعل فعل كومبليمون تكملة. طيب بوركوا تي فا لا بيبليتيك؟ اهو جو في لا بيبليتيك باسكو جيم لا ليكتور، بحب القراءة. وممكن لو بدل ما اقول له لاني بحب القراءة اقول له بور. لير لكي اقرا واقف خلاص بس. اذهب المكتبه لك بس خلاص. طيب الموضوع الثاني كومون تي با الي الا فيت دي جويزي دي جون، ازاي هتروح حفله جون؟ كاريتون دي جويزمون هو ترى الكره، قلت له جو فيز الي الا فيت دي جويزي دي جون ابيي، خلاص هو ده الاجابه اللي هو بتاع كومون. قول له بقى ابيي، قول له اون فواتير، قول له اون تاكسي، قول له اون مترو، براحتك انت حر. طب موضوع الوسائل المواصلات ده موجود في الوحده الاولى بدل الثانيه. طيب ايه لابيت؟ هو ساكن بريدو موا قريب مني فرع رجلي. طب ما هو تنكرك؟ قلت له جوسبي دي جويزي ام السال. اسماء الوظائف يا جماعه لو هذكر وظيفه حد هذكرها من غير اي حروف جر ولا ادوات. حاله التنكر بس اللي احطه ده باسم الوظيفه حرف الجر. يعني لو بابا يكون طبيب تقول له مونتير ايه متسال. لو انا متنكر طبيب يبقى جوسبي دي جويزي ام السال. ماشي؟ ادي كده الايميل. طب تعال نشوف الموضوع بيقول ايه. بيقول لك اكتب من 25 30 كلمه في اي واحد من الموضوعين دول. الاولاني اكري ديكتيز اكتيفيتي، اكتب عن انشطتك المفضله اثناء وقت الفراغ. انا اكدت على الكلام ده يا جماعه وده مش على قد ما انا كل يوم تاني دي كسرت دي تعالى كسرت سلام عم. هقسم ازاي؟ هقول لك اوقات فراغي ايه؟ يوم الوقفه بتاعتي يوم الاجازه. قسمها الى اربع فترات. بص لو ماتان لو ميدي لابري ميدي لو سوار، ومع كل فتره اكتب لي عمل. كده انت عملت كام جمله؟ اربعه. في الاول حط لي قمت مقدمه كده بتعمل الموضوع ايه؟ موضوع تعريف العربي. يوم الجمعه سيبون كونجي اي جو سوي ليبر. يوم الجمعه يوم عطلتي وببقى فاضي اللي هو وقت فراغي يعني. الصبح بتصل باصحابي جو تليفون اميز امي. ايه اون فا ونذهب الى النادي. ده الصبح. طب لو بيدي الظهر اون بري بنصلي على موسكي دي كلوب في مسجد النادي. طب لا دوري بيدي بعد الظهر اون فا على باتينوار، بروح الباتينوار نمارس الايه؟ الباتيناج. في المساء للصور اون فا او سينما بورو جارديان فيلم فرنسي. شكرا.
موضوع بسيط وجميل ورائع درجة نهائية إن شاء الله. فالموضوع الثاني، أوتو براتيك، أين تمارس رياضتك المفضلة؟ ميسيو مش ده منها الثالثة؟ يا حبيبي ما أنا قلت لك موضوع الرياضة كان دلوقتي رقم أربعة بقالك سنة أولى موجود، لكن عنوان الوحدة أصلاً بكلوب ديز أتليت، أتليت يعني رياضيين، هو نفس عنوان الوحدة رقم واحد بقالك ثالثة. يعني الموضوع الدرس كله أو الوحدة كلها كان بيتكلم عن الرياضة بجانب طبعاً وصف الفيزيك للناس. طيب، أين تمارس رياضتك المفضلة؟ مع من؟ ومتى؟ وما وأي رياضة تمارس؟ قلت له بص برضه جملة مقدمة، فور اترون بونسر دي عشان تبقى في صحة جيدة، الفو فيلت سبور، اعتمد دي يعني جملة مقدمة. فورم هو بالنسبة لي بقى، بص دخلت أهو، أين تمارس رياضتك المفضلة؟ قال لي جيوبراتيك، لا ناتاسيون، بمارس السباحة. سي مون سبور بريفيري، رياضتي المفضلة. في الويك اند عشان تبقى متى؟ في الويك اند بروح النادي عشان تبقى فين؟ أين؟ أبيت ميزامي بور لا براتيكي لكي أمارسها. سيتان سبور موتيفون، إنها رياضة محفزة. أحد ولادنا بعت لي رسالة على اليوتيوب وبيقول لي أرجو إنك تراجع نفسك في موضوع إنك تعمل الكويز تراكمي. ليه ما تعملش ده؟ كل المدرسين بيعمل الكويز على الحصة اللي فاتت. وهنا هوصل له الرسالة. أعتقد اسمه عمر. يا عمر يا ابني، أمال دور الواجب اللي بيديهولك في نهاية الحصة إيه؟ دور الواجب اللي بيديهولك في نهاية الحصة دوره إنك تعرف من خلاله أنت فهمت الدرس بتاعك ولا لأ. لكن الكويز اللي هعملهولك كل أسبوع عن اللي قبله معناه إن أنا بسمعلك. طب ما هي هي، ما هو الواجب بيعمل نفس الدور. يبقى انا بلعب نفس الدور هو مرتين ليه؟ ثم انت كده هتاخد اول باول جديد فاكره وتنسى القديم. انا بعمل الكويز تراكمي ليه؟ عشان افضل مخلي المعلومه في دماغي طول السنه. بتغلط، بتزعل من غلط، ما تزعلش من غلط. ما تزعلش من غلط. بالعكس، اعرف انك انت نسيت المعلومه دي ولا بتكرر بيها. ثم انا بحط لك الكويز وبحط لك الحل بتاعه. براجعه معاك، والامتحانات بحلها معاك، والواجبات بشرحها لك كلها تاني، وبنزلها على اليوتيوب عشان ما تجيش تقول لي اصلها كانت معروضه على السايت والحصه خلصت مدتها فما شفتهاش تاني، لا ما انا بنزل لك الواجبات كلها على اليوتيوب عشان تقدر تشوفها براحتك. انا اللي بقول لك بقى يا عمر، راجع نفسك انت يا حبيبي. انا راجل بقالي 40 سنه في الشغل ده، انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. مش بهاجمك، لا بالعكس، ده انا ببرر لك يا حبيبي وفهمك. عارف يا عمر انا ليه بعمل كويز اسبوعي تراكمي؟ ليه بعمل امتحانات شهريه؟ ليه بعمل مسابقه؟ عشان اخلي المعلومه دايما تتنطط في دماغك، تفضل فاكرها. صعوبه الثانويه يا عمر مش في صعوبه المواد يا ابني. جميع سنوات دراستك اللي فاتت كلها كوم واستني كوم تاني. اشمعنى؟ مش عشان صعوبة المواد، لا، عشان كل سنين دراستك اللي فاتت كنت بتمتحن في ترم كم قد كده ويخلص، كم قد كده ويخلص، فكان مدته شهرين شهرين ونص تمتحن فيه وانتهى. الترم التاني تاخد كلام جديد، شغل جديد. لكن شغل ثانوية عامة ده انت بتمتحن في مناهج اولى وتانية وتالتة ومرة واحدة، ولا عندك درجة تانية تسندك ولا غيره، ولا عندك اعمال سنه، ولا عندك امتحانات شهريه، ولا عندك نص سنه، هي مره واحده. فانا ازاي اعمل لك اعداد لهذا اليوم يا عم عمر؟ قال له نكون وصلت لك رساله يا عمر. اسمحوا لي بقى اقول اسماء شطارنا اللي جابوا الدرجه النهائيه في الامتحان ده. يلا. طبعا الاسماء دي يا ولاد دول اللي جابوا 50 من 50. غير اللي جاب 49 و48 و47، غير الطلبه اللي كانت في السناتر ودول كرمناهم اساسا في السناتر. وعندهم كتير جدا برضه الحمد لله. نقول لك هنا بقى كلير اسامه، جانا فودا، يارا الجمال، جولي نشأت، نور ايهاب. معلش يا جماعه لو قلت اسم، طبعا اسمه ثنائي ده اللي جاي من الاكونت بتاعه. يعني هو مش كده اسمه ثلاثي ولا رباعي يعني. تاني كلير اسامه، جانا فودا، يارا الجمال، جولي نشأت، نور ايهاب، مهند صفوت، يوانا ماجد، هنا فضل، يوسف سرحان، رنا احمد،
جوسي هاب محفوظ، حبيبة الغول، عائشة محمد، ناريمان أحمد، رؤى جمال محمد أبو رايا، جودي نصر الدين، آدم هاني محمد، الشمال نشأت، فاطمة الشافعي، مريم عمرو، يوسف أحمد محمد فؤاد، أهو ده اسمه كامل أهو، يوسف أحمد محمد فؤاد، عبد الله حسام الدين فوزي، أنجيلا كرم، ماريو أشرف، عبد الرحمن محرم، محمد مدحة، سلمى جبر، عبد الرحمن صبحي، كيرولوس هاني، سامة ريحان، رحاب جمال الدين، كارين أسامة، سوسن مدحت، ملك أيمن، عبد الله رأفت، جودي محمد، يوسف عماد، رحمة أكرم، حسن خالد، محمد أحمد عطية، أحمد حمدي، أحمد أو أروى أحمد، كاتبة نص اسمها عربي نص فرنساوي، أروى أحمد، رحمة أيمن، ريم أحمد، خديجة عمرو، ملك خالد، خالد محمد، آية ياسين، زياد طارق، حمزة محمد، سمير حسين، حبيبي يا ابني، جنى وليد، معاذ عبد الرحمن، الحسين عمرو، سلمى محمد، عادل عبد الحميد، روان محمد أحمد، ربا الشناوي. يا رب إن شاء الله يا رب أقول الأسماء دي كلها كده وغيرهم كتير بنهاية آخر السنة إن شاء الله، بنقفل لدرجة إن هي آخر السنة إن شاء الله. السلام عليكم.